طبعا رمضان يعني ومسلسلاته ودراما رمضان بتكون فرصة لمباريات من الفنانين علشان يورونا يعني أدوار وتألق مختلف عن أي وقت تاني. الفنان أحمد زاهر كان بيلعب برضو دور مهم جدا في مسلسل البرنس، ناس كتير بتابعه، مسلسل البرنس بيعرض على شاشة دي ام سي، وله أداء مميز برضو ومختلف في هذا المسلسل. الناس كلها بتتكلم عن هذا الأداء، المشاهدين بقوا اللي بيتابعوا يعني المسلسل بيرددوا جمل بيقولها، زي مثلا جملة بيقولها حلفان كده على طول بيحلفوا وعرش ربنا بيقولها بين كل مشهد ومشهد بيظهر فيه. خلونا نشوف جزء من ما يقوم به الفنان أحمد زاهر في هذا المسلسل ونرجع لحضراتكم. عيد عليك يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا رضوان، انت وبنتك وعرشه مهما حصل ما بيننا، انت ما تعرفش انا حاسس علشانك بايه دلوقتي. الحمد لله على سلامتك يا اخويا. الله يسلمك. الله يرحمهم لبنى وسيف، قطعوا قلبي. ربنا يرحمهم في الجنة إن شاء الله يا أخويا. احمد ربك يا ابني، استعين بيه على مصيبتك يمكن يبرد قلبك ويويك على إنك تنسى. أنسى؟ أنسى إيه؟ مراته وابني. روحي واتخذت مني. معلش يا أخويا، ربك كبير وخلق النسيان عشان يريح قلوبنا، وانت بتحب ربك وبتشكره فواجب عليك انك تشكره في المصايب اكتر. انا عارف يا حبيبي انت حاسس بايه دلوقتي، وعارف ان احنا مهما اتكلمنا ولا قلنا عمرنا ما هنقدر ننسيك ولا نصبرك، بس معلش واجب علينا في شدتك نقولك الكلمتين دول عشان تقوم كده وتقف على رجلك وتصلب طولك على الأقل عشان خاطر بنتك دي، ملهاش غيرك دلوقتي يا رضوان ولا غيرنا طبعا. وانت عامل ايه دلوقتي يا ابني؟ بتتحسن على العلاج ولا لسه موجوع من العملية؟ قلبي وجعني أكتر من أي حاجة. الباشا وكيل النيابة عايز يتكلم معاك، تقدر يا رضوان؟ قولي له اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم السلام. ألف سلام عليك. بقاء لله. حياتك الباقية. أنا مش هطول عليك، أنا بس جاي أسألك بخصوص هاشم محمد الحلواني، طليق علا أحمد حسين المرشدي. اتهمته إنه بعت لها رسائل بيهددك فيها. أنا يا باشا سمحت لك بالدخول عشان ما ينفعش تيجي لحد عندي وأقول لك مش قادر أتكلم، بس فعلا والله العظيم مش قادر أتكلم ولا أعرف أي حاجة. كل اللي أعرفه إن أنا عملت حادثة وراح فيها مراتي وابني. يا رضوان، موضوع طليق علا ده وإيه رسالة التهديد اللي بيقولك عليها الباشا؟ طب وعرش ربنا؟ الراجل ده لو ليه علاقة باللي حصل لك لكن دفنه جنبه. يا عم أنا هدفنه وقابلك، إيه الحوار ده عرضه؟ ما تفهمنا. أحمد زاهر معانا على التليفون، وأولا مساء الخير، أهلا بيك، مبروك على المسلسل. خليني أقول لك وعرش ربنا إن إحنا صدقناك في المشهد ده، احكي لي بقى إيه اللي بيحصل ده؟ في ملحمة تمثيلية بصراحة في المسلسل. الدور ده اعتقد مختلف عن ادوار تانية عملتها قبل كده. اكيد اكيد طبعا مختلف كل الاختلاف يعني. هو انا عموما دايما ما بحاولش ان انا اعمل دور شبه التاني خالص حياتي ويوم ما بدات يعني. فطبعا هو مختلف تماما يعني، ودور جديد وصعب ونفسي ومرهق جدا 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 يعني. هو مرهق كمان لانه كل الشر ده، وبعدين بعد كده مثلا في مشهد زي اللي في المستشفى ده كل الطيبه دي على وش فتحي، عملت ده ازاي يعني؟ دور مركب اعتقد يعني. بصي، هو يعني اي ممثل في الدنيا لما يشتغل مع مخرج فنان
بجد زي محمد سامي هيقدر يعمل زي ده واكتر من كده بكتير. لان محمد وبعدين محمد كمان هو اللي مقلب في الورق، فيعني شغل النجار لاهل بيته يعني زي ما بيقولوا. محمد كاتب شخصيات، كاتب اوائل حتوته رهيبه جدا، كاتب حوار انا ما قلتش في حياتي، ما مثلتش في حياتي زيه قبل كده. عامل شخصيات مختلفه، كل شخصيه واضحه وكل شخصيه بطله بدورها بجد. وبعدين هو من اكتر المخرجين اللي بيشتغل على الممثل جامد، يعني ادواته الرئيسيه عنده قبل الكادرات بقى والميزانسين والحاجات دي كلها الممثل. ده اعتماده الاول بيبقى عليه، فبيشتغل عليه كويس قوي سواء نجم او سواء اصغر ممثل بيقول جمله في مشهد كده وبيمشي. طب انت اشتغلت ازاي على الدور ده؟ عشته طبعا وتقمصته. تقمصته في وقت قد ايه تقريبا؟ لا يعني انا استاذ محمد هو بيكتب كان دايما يكلمنا يحكي لنا يعني انا وصلت لايه وصلت لايه، فالواحد كل شويه بيجمع حاجه. وبعدين الواحد لازم يقرا الورق كويس قوي 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 ويعيش في الشخصيه، بياخد وقت طويل طبعا، بيسترجع كل خبراته الحياتيه والذاكره الفوتوغرافيه اللي عنده من كل المواقف والحاجات اللي شافها في حياته، وبيختار طبعا منها انماط وحاجات وبيحاول ان هو يوظفها في شخصيه طبعا بمساعده الاستاذ محمد طبعا يعني. طب خليني اقول لك انه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعرفش انت متابع ولا مش متابع، الناس بتستخدم جمل من اللي انت بتقولها زي الجمله اللي انت كنت بتقولها دلوقتي اللي هي عرش ربنا. بتشوف ده ازاي يعني لما او يعني بتتابعه ازاي؟ لا انا بتابع كل يوم في التعليقات على السوشيال ميديا وعلى تويتر وفي كل السوشيال ميديا الصراحه، يعني هم مستخدمين جمل وعاملين صور وعاملين كوميكس وعاملين حاجات كتير قوي، بس يعني اللي انا مبسوط منه ان هم كارهين فتحي which is right، يعني هو ده المطلوب، لكن مش كارهين احمد. فده اللي بسطني جدا في الموضوع الحمد لله. يعني مع ان ملامحك تبدو كده انها وديعه، يعني ازاي قدرت ان انت تطوع ده في انك تعمل شخصيه بهذا الشر وكمان توصل الكره ده للناس؟ يعني تقدري تقولي ان انا ملبوس كده، بلبس الشخصيه خلاص ببقى حد تاني. طيب عايز اسالك كمان على اداء الممثلين كمان والفنانين اللي موجودين في المسلسل، يعني يعني احنا بنشوف دلوقتي كمان يعني المشاهد بيحصل انها بتبقى ترندز، زي مثلا المشهد اللي كانت فيه سلوى عثمان امبارح. ازاي ما كنتش اولا موجود في المشهد ده؟ ممثله عظيمه استاذه سلوى عثمان. كنت فين في المشهد ده؟ لا انا ما كنتش موجود في المكتب. انا بقول لك كنت فين، ما كنتش معاهم ليه في كنت مع روجينا بقى بنشرب حجر اصلا. طيب قولي وانت بتتابع بقى المشاهد دي وبتتابع رد فعل الناس، انقلي مشاعرك. مبسوط جدا وفخور في نفس الوقت، يعني مبسوط جدا جدا. اولا في زي ما بقول لحضرتك في مباراه تمثيل ما بين كل الممثلين من اول محمد رمضان لاصغر ممثل، كل الممثلين في تحس ان في مباراه تمثيل بجد، وخصوصا وباينه قوي وواضحه قوي الاختلاف الشخصيات، لان كل شخصيه مختلفه عن الثانيه، حتى لسان الشخصيات نفسه الجمل الحواريه بتاعت الشخصيات كل واحد ليه سكه وليه طريقه وليه كلام، شيء مبهر. وطبعا كل ده بفضل الكوتش والمايسترو محمد سامي اللي مؤلف ومخرج المسلسل، لان هو اشتغل معانا كلنا. فبصراحه يعني يا بخت اي ممثل يشتغل مع الاستاذ محمد. كل سنه وانت طيب الفنان احمد زاهر، وبنهنيك يعني بنبارك لك على الاداء المختلف في مسلسل البرنس، ويعني اعتقد ده واضح كمان من خلال متابعه الجمهور ومن خلال حتى متابعتك انت للسوشيال ميديا، وشايف ازاي الناس حريصه انها تتابع وتقول رايها في المسلسل. بشكرك، بشكر حضراتكم على المتابعه.